يسعد صباحكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم. اليوم ما عندنا نستعمل شيء ابدا غير حبل المقاومي، ولازم يكون خفيف شوي، يعني حتى اذا كان ما عندكم اياه فيكم تاخذوا منشفي خفيف وفيكم تستعملوه بديل لحبل المقاومي اذا كان مش موجود عندكم المنزل. رح نقعد على الارض ورح نبتدي بالتمارين اللي حتساعدنا، هي من تمارين العلاج الطبيعي والرهاب، حتساعدنا نقوي العضلات حول الرقبة وكمان نقوي عضلات الكتفين ونصحح وضعية الجسم. فهدول بنصحكم انكم تعملوهم لا يقل عن 3 مرات بالاسبوع، كثير سهلين ما بيخدم منكم وقت، 5 دقائق يوميا الصبح او من عشية قبل ما تناموا، كثير رح يفيدكم بحياتكم. قعدوا القعدة اللي انتم بترتاحوا فيها، كمان فيكم تقعدوا على كرسي او على صوفا، ما بتفرق اذا قعدتوا على الارض او فوق. رح نبتدي نريح الكتف على تحت، رح نبتدي بس نحرك الرقبة على يمين وشمال وقدام وورا شوي شوي لحتى نلينها قبل ما نبتدي نستعمل التمارين. اهم شيء لما بتقعدوا ما تشيلوا الكتف فوق، تاكدوا ان الكتف مرتاحين وورا مفتوح، الصدر مفتوح على ورا، الوضعيه السليمه. حتى وانتوا عم تعملوا التمارين بدكم تتمرنوا على الوضعيه السليمه. فرح ننزل على تحت، نطلع تحت، نريح الرقبه، نرجع نطلع على فوق بهذا الشكل. رح نرجع نعيد، رخوا الكتف، الظهر جالس، الفقرات تبعو الظهر كمان من ورا جالسي. بعدين تاني ميل، دايما الكتف بعيد عن الرقبة تحت، وبعدين على فوق الكتف. رح ابرمهم على مهل شوي شوي، برمي كاملة، باخذهم من قدام شوي، بسحبهم بلفهم على ورا، برجع بنزلهم على تحت وبرجع برخي. لما بتاخذوهم لورا بتودون وبتنزل الكتف، لازم تحسوا عضلات الظهر عم يدقوا ببعض. ورا، بعد مرة ناخد نفس ونطلع. بعدين نروح بالعكس لقدام، نرجع نفتح الصدر على ورا، شايفين، ولف على قدام برا، ورجع لف على قدام. بعد مرة هلا رح نفتح من هون، رح ندفع الصدر على جوا وكأنه عم نحضن شيء بهذا الشكل، نمدد هون، عم نعمل إطالة لعضلات الكتف الخلفية والظهر العلوية. نرجع نفتح هون، نفتح الكتفين على برا وبعيد عن الرقبة لقدام، كمان بلف شوي العمود الفقري، برجع باخذ نفس وبفتح. بعد مرة لقدام رح نرجع نفتح على برا. هلا هون بدنا نريح الكتف بعيد عن الرقبة، رح نبلش نشتغل بالرقبة. رح نزل الرقبة شوي لتحت، حط ايدي بشكل بسيط على قدام وحاول اني شدها شوي على تحت برفق بدون ما لف العمود الفقري، لازم تضل الوضعية سليمة بس الرقبة. رح هدي تقريبا 5 ثواني، واذا كنت مرتاحة اذا حسيت براحة بهدي وقت اطول باي تمرين. هلا هون بحط ايدي تحت الدقن، او ممكن حطهم هيدا الشكل، وحاول اني ادفع بالدقن على فوق لاعمل استرتش للرقبة دايما بلطف، يعني ما تدفعوا بقوة. هلا رح نروح نطلع على هاي الميلة شوي شوي، نرجع نطلع تاني ميلة. حطوا ايد تحت الحوض ونزلوا، جلسوا الكتاف، نزلوهم لتحت. هلا امسكوا الرقبيون شوي شوي، اهم شيء الكتف يكون تحت، ظهر جالس، اوكي؟ رح ننزل شوي شوي، نسحب على جنب بهذا الشكل. رح ناخذ نفس كل تمرين، اقل شيء هدو 5 ثواني الى 10 ثواني لحتى تبلشوا تحسوا بالراحة. تاني ميل، برجع بحط ايدي تحت، بجلس الظهر، تأكد انه الظهر جالس، العمود الفقري جالس، كتف تحت، برجع بسحب بلطف شوي شوي. تاني ميل، هلا مع بعض رح اخد ايدي اسحبها ورا، امسكها بتاني ايد، امسك الايد واسحبها على ميلي واحدة، اوكي؟ وانا لما بسحبها هون بكون عم نزل كتف، عم مريح هيدي المنطقة. انا لما تكون ايدي هيدي الميلي رح اطلع او نزل الرقبة على ميلي اللي هي انا لازم اعملها هون، تمدد وإطالة او ريح العضلات. كمان اذا حسيتها مشدودة في، اعمل شوي حركات بسيطة بالاصابع، مساج لرخي العضلات اللي هون مع الرقبة. نرجع بناخد نفس، بناخد ايد تاني، بسحبها تاني ميل، وتأكدوا الكتف تحت مش مرفوع فوق، كتف تحت بعيد، ظهر جالس،
كمان زيت الشي بروح تاني ميل على مهل، ومثل ما قلت إذا حسيت في شد أو ستيفنس بخلي إيدي هون، بحاول إني ريح بالإصبعين اثنين الضغط، به ضغط بسيط على العضلات مش على العظم. بعد ما تخلصوا هيدول التمارين هلا رح نعمل أول تمرين اللي هو كتير مفيد، إني حط إيدي على الدقن هون. أنا هم ما رح حرك إيدي، أنا بدي حرك جسمي ودقني، فأنا إيدي هون اللي رح أعمله رح أروح بعيد عن إيدي وأرجع، بدي أرجع الفقرات أو العضلات اللي هون ممكن أوقات تكون مبرومة لقدام من مكان مناسب، رح نرجع بعيد ونرجع لقدام ورا ارجع لعندك، بس الراس والدقن تسحبه لورا بتمسكه شوي بترجعه عقل شي 5 مرات. لحتى تحسنوا من هيدا كقوة عضلات الرقبة لازم تضيفوا شوية مقاومة، فنفس التمرين شو بنعمل؟ ناخد حبل مقاومة بسيط أو منشفي حطها ورا الراس، بهديها هون قدام، ايدي هون ما بشد بايدي طبعا بثبتها، انا بس بثبت ايدي هون قدام، اللي رح اعمل نفس الحركه، رح اخد الدقن دخل الدقن، هي الدقن بفوت جوا ما بترجعوا بالرقبه، الدقن بفوت جوا وبترجعوا بترجعوا، فمع بعض بثبت ايدي هون بدفع على ورا بدخل الدقن برجع برخي، ايدي ما عم تتحرك لا عم بسحب ولا عم شد، اوكي؟ الرقبه بس جنتل بطريقة بسيطة بلطف ارجع رخي، وتأكدوا انه تكون الراس جالس الرقبة جالسة مش مبرومة على مهل على ورا ارجع لقدام نتفاش نرجع لقدام. هلا بعد هيدا التمرين لازم نقوي عضلات الكتف الخلفية لحتى نحس بالراحة بالظهر، فشو بنعمل من اهم التمارين اللي دايما بحب نعمله كتير سهل هاي بنعمله بأي مكان، بمسك الحبل المقاوم بختار الشدة المناسبة لإلي، برخي الكتف تحت بجلس الظهر بياخد نفس بفتح بهدي شوي 1 2 3 برجع شوي شوي برجع بناخد نفس برجع، لازم الكتف ينزل تحت عضلات الظهر وراء لوح الكتف يدقوا ببعض بهيدي الوضعية، نفتح هيدي المساحة اللي هون أوكي على الأقل 10 مرات، سكر بهدي على الأقل 3 ثواني برجع شوي شوي ناخد نفس منهدي برجع شوي شوي، هذا بيقوي العضلات وبيريحنا بنفس الوقت وبشيل إذا في كان عنا شد أو تنشن أي تعب وألم بشيله من هذا التمرين، بعدين بتعكسوا إيديكم هذا الشكل وبتعملوا نفس الحركة بس إيدي نعكس، افتحوا على برا وسعوا المسافة بين الكتفين والصدر على ورا هدو ورجع شوي شوي، كمان بتحسوا فيها هيدي شوي على تحت بين آخر لوحين الكتف بالزيت وانت عم تعملوها برا، وأهم شيء وانت عم تعملوا التمرين الكتف ما لازم يرتفعوا لفوق، بالعكس بيكونوا عم تكبسون على تحت أوكي لتستفيدوا من التمرين. بعدين بتاخدوا هيدا الحبل المقاومي من برا، شو رح نعمل؟ نحن لما نحاول نفتح نبعد هاي المسافة ما يكونوا الأوتار ضاغطين على بعض الكتف اللي دايما نضغط، نفتح المسافة مننزل الكتف نبرم الوضعية السليمة على برا، فهيدا التمرين كتير رح يساعدكم، نمسكوا حبل المقاومة من ورا وحاولوا انكم تشدوا على برا اوكي، افتحوا وشدوا على برا هدوا 2 3 ورجعوا رخوا اوكي، خدوا نفس افتحوا شوي ابعد وافتحوا من هون من الكتفين على برا هدو، حتى عضلات الكتفين ورا والظهر بيكون لازق ببعض بس انت بتكون عم تفتح شوي برا على برا على الجانبين ورا، ونرجع منهدي نرجع ناخد نفس ندفع منشد 1 2 3 4 5 ونرجع بعد مرة نرجع نفتح 1 2 3 4 5 مرجع مفتاح، هيدولي كتير مهم ان نستعمل فيهم حبل مقاومة، مثل ما قلت هيدي ما بتنفع منشفي لانه ما رح تمد معكم رح تعطيكم مقاومة، اخر تمرين خلوا ايديكم هون فيكم تعملوا برمي بالكتف تفشون على ورا اوكي، برمي بالرقبة على الاقل شوي شوي 3 مرات على هيدي الجهة، بعدين 3 مرات تاني ميل
فهذا الشكل بعد ما تخلصوا شو راح تعملوا؟ ايديكم ورا راح تفتحوا على برا قد ما فيكم، ترجعوا تلفوهم هذا الشكل بس بالايدين برا، طلعوا النفس ولفوهم عكس الايدين، نفتح على برا بنسكر، شايفين كتف ورا وتحت بعيد عن الرقبة، وبنرجع بنلفهم هذا الشكل، نايم مع بعض، نرجع نعمل اثنين مع بعض، برجع بدفع، برجع برا وبنرجع داخل. هدول التمارين حاولوا تعملون اقل شيء مثل ما قلت لكم كل تمرين 10 تكرات او 5 تكرات، 5 دقائق كل 3 مرات بالاسبوع، وبتستفيدوا منهم اكيد رح تشوفوا نتائج اذا استمريتوا مش مره وبس. صح، نتوقع مره ما رح نستفيد ابدا. وهي اخر تمارين عملتيها كثير مهمه، خاصه الاشخاص يلي بدون ما ينتبهوا كتفهم للوضعيه لكل شيء بالجسم، لو كل يوم شوي صغيره هي 5 دقائق بنخصص لجسمنا. شكرا لك فرح بكار، يعطيك العافيه.